السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة حبة مشتريات كده، حبيت ان انا اشاركهم معاكم وافيدكم باسعارهم وبكل حاجة عنهم، واتمنى الفيديو يعجبكم. لو لسه مشتركتيش عندي في القناة اتمنى منك تشجعيني وتشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله. ولو عجبك الفيديو متنسيش تسيبي لي كومنت حلو كده منك يشجعني، والله انا بفرح جدا بكومنتاتكم يعني، فما تنسنيش بقى. ويلا بينا كده نبدأ بأول حاجة أنا جبتها. المشتريات النهاردة هي مستحضرات للبشرة وللجسم، للعناية بالبشرة يعني وبالجسم. هوريكم دلوقتي أنا جبت ايه. وأول حاجة معايا في المشتريات النهاردة حابة أن أنا أكلمكم عنها هي غسول جونسون الغني عن التعريف. ده ما شاء الله الغسول ده حلو جدا، مش قادرة اقول لكم يعني. انا جربته اول لما جبته، دي تاني مرة اجيبه، بس المرة دي كان في تغيير يعني. فيه الغسول ده لجميع انواع البشرة. انا بشرتي دهنية مايلة على مختلطة شوية في فصل الصيف يعني، فالغسول ده لجميع انواع البشرة يعني. لو بشرتك دهنية او عادية او جافة الغسول ده هيبقى حلو جدا معاكي، بس لو بشرتك حساسة منصحكيش ان انت تجيبيه، علشان هو فيه زي حبيبات كده تقشير ناعم، ممكن ان هي تلهبلك البشرة او ان هي تتعبلك يعني، او تعملك احمرار في بشرتك. هو حلو جدا، هو مكتوب عليه ان هو غسول مقشر ناعم وغسول كمان يومي، بس انا منصحكيش بيه ان انت تستعمليه يوميا زي ما قلتلك، علشان نسبة التقشير او المقشر اللي هي جواه. ممكن تستعمليه يوم ويوم يعني، او كل يومين ثلاثة ممكن تعملي مرة منه. هو حلو جدا، وكمان لو ممكن تستعمليه كمزيل للميك اب يعني برضو ما فيش مشكلة. الغسول ده حجمه 150 ملي من جونسون زي ما قلت لكم، اسمه فيس كير. سعره كان 55 جنيه، ده سعره كان 55 جنيه. انا جايبة الحاجات دي من محل هنا عندنا في اسكندرية معروف، محل كبير جدا لمستحضرات التجميل بقى وكل حاجة، وبيبيع بالجملة وبالقطاعي، وكمان الحاجات عنده ما شاء الله اللي هي الأصلية يعني. فده كنت جايباه منه. زي ما قلت لكم سعره 55 جنيه وينفع لجميع أنواع البشرة. تاني حاجة جبتها النهاردة هي المرطب ده، اسمه مويست وان. المرطب ده حلو جدا، وإن شاء الله هعمل لكم عنه ريفيو كامل، مين بقى اللي تستعمله مين اللي ما تستعملهوش، وكمان هكلمكم عن كل حاجة تخصه ومميزاته. بجد المرطب ده تحفه جدا يعني، اللي بتدور على مرطب وعايزه مرطب طبي وكمان هيغذلك بشرتك، وممكن كمان يفتح لك البشره زي ما عمل معايا، هكلمكم عنه ان شاء الله في فيديو لوحده، بس حبيت كده ان انا اوريه لكم في المشتريات. اسمه مويست وان المرطب ده. وتالت حاجه جبتها النهارده هي كريم دي مارك. دي مارك كريم ده كريم للتخلص من علامات تمدد الجلد، يعني اللي هي مثلا ظهرت لها علامات تمدد الجلد من الحمل او كمان بعد الولادة، او اللي هي مثلا كانت مليانة وخست وظهرت لها العلامات دي، تقدر ان هي تستعمل الكريم ده. جميل جدا، بيقلل منها خالص، مش هقولك ان هو بيخفيها بس بيقللها خالص، وتقريبا يعني تبقى حاجة بسيطة جدا، وكمان بيزيل السلوليت والدهون الموضعية. يعني لو انت عندك اي مكان في جسمك فيه دهون والدهون دي مضايقاكي، يعني مكان واحد في جسمك، تقدري ان انت تجيبي الكريم ده وفعلا هيخلصك من الدهون الموضعية دي. انا كنت عامله لكم عنه ريفيو كامل وطريقة استعماله ومين اللي تقدر تستعمله ومين اللي ما ينفعش ان هي تستعمله في فيديو، هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف تحت او في علامة الاي فوق، علشان تقدروا ان انتوا ترجعوا له وتعرفوا كل حاجة تخصه. الكريم ده انا جبته تاني، انا كررته الصراحة كذا مرة مش مرة واحدة. هو حلو جدا، وفعلا زي ما قلت لكم بيخسس الدهون الموضعية. لو مثلا عندك دهون في بطنك تقدري انت تستعمليها على بطنك، لو عندك مثلا اللي هو الدبل تشين او الدقن المزدوجة اللي هي بتيجي من السمنة يعني، او في كمان بنات طبيعة جسمهم كده تقدري ان انت تستعمليه برضو، بيخسس جدا. حلو فعلا، ده كان سعره 65 جنيه من الصيدلية، هو وكريم مويست وان اللي كنت كلمتكم عنه ده. هعمل لكم ان شاء الله عن مويست وان ده برضو ريفيو كامل زي كريم دي مارك، وهسيب لكم الفيديو بتاع كريم دي مارك علشان الحابة ان هي ترجع تعرف عنه كل حاجة بالتفصيل تقدر ان هي ترجع. ورابع حاجة جبتها هي السبراي ده سبراي معطر كده للجسم،
اسمه إليجانس باريس، حلو جدا وريحته مش قادرة اقول لكم رقيقة قد ايه، ريحته هادية جدا للي بيحب ريحة الورود الهادية او العطور الفرنسية اللي هي الهادية جدا، هيعجبكم جدا السبراي ده. ده كان سعره حلو، كان ب34 جنيه، مش غالي ولا حاجة، سعره جميل. وكمان العبوة شكلها شيك كده وشكلها حلو، والريحة طبعا تحفة، مش قادرة اقول لكم ريحته حلوة قد ايه. انا عن نفسي بحب العطور الهادية، ما بحبش العطور القوية او اللي هي ممكن تتعب عندي الجيوب الانفية او اللي هي يعني بتبقى ملفتة قوي، انا بحب العطور اللي هي الهادية كده. وكمان طبعا للبيت بس يعني العطور دي. وجبت كمان هنا ده لزوجي اسمه شيفينج فوم مارين، اسمه الماركة بتاعته اسمها بيج مان. الشيفينج فوم ده هو فوم كده للحلاقة يعني للرجال، برضو حلو وبيرطب البشرة، علشان اللي هما الرجالة اللي بتحب تحلق مثلا دقنها في البيت او كده يعني، فحلو جدا. دي طريقة بقى استعماله، هو عبارة عن فوم ابيض كده، فوم حلاقة يعني. ده كان سعره تقريبا 28 جنيه او 30 جنيه في الحدود دي، مش فاكرة بالظبط. يعني ما زادش عن كده، برضو حلو. وجبت كمان الشامبو ده من مينك، اسمه شامبو مينك مويسترايزنج شامبو، شامبو مرطب بالافوكادو والجوجوبا وزبدة الشيا، حلو برضو. وهو المفروض ان هو يعني بيرطب الشعر، للشعر الهايش والجاف، بس انا مشوفتش منه كده الصراحة، انا جربته قبل ما اكلمكم عنه، ما بيرطبش الشعر ولا اي حاجة، هو عادي شامبو عادي بينضف لك شعرك ومفهوش يعني اي حاجة ترطيب ولا الكلام ده. ده كان سعره 30 جنيه، سعره حلو يعني برضو مش غالي. وجبت بقى حمام الكريم ده اللي انا بحبه، وكنت كلمتكم عنه برضو في فيديو قبل كده، كل ما بيخلص لازم اجيبه تاني ليا والبنات الصغيرين، بحبه جدا للشعر الجاف والباهت والفاقد للحيوية، هو بزيت الزيتون واللوز والحنة، حمام كريم فاتيكا. الحمام كريم ده هو حلو جدا بعد الاستحمام، بعد ما تغسلي شعرك بقى بالشامبو، لو حابة ان انت تحطي بلسم يعني او كونديشنر تقدري ان انت تحطي، لو حابة ان انت تستغني عن البلسم وتعملي حمام كريم لشعرك برضو مفيش مشكلة، هيبقى حلو هيرطب معاكي. ده كان الحجم الكبير زي ما انتوا شايفين كده، ده كان سعره 24 جنيه، ده تقريبا كان العبوة دي اللي هي النص كيلو يعني، في منها 250 ملي، في منها الاصغر يعني، كنت جايباها قبل كده تقريبا الاصغر كانت ب16 جنيه او ب17 جنيه حاجة زي كده، دي ب24 جنيه. وكمان جبت لزوجي دي العبوة دي اسمها جيل كريم، ده جل كده بس عبارة عن كريم بيرطب الشعر وبالأعشاب الطبيعية وفيتامين هي لجميع أنواع الشعر، علشان الجل اللي هو العادي بيأذي الشعرية وكمان بينشف الشعر، لكن لو مثلا الشعر عايز ان هو يترطب وكمان يبقى ثابت، حلو جدا للرجال ده، جميل زفع عليه على فروة الرأس. وكمان كان سعره تقريبا برضو 25 جنيه او في الحدود دي يعني 24 25. وجبت كمان لبشرتي نيفيا سوفت، ده كريم مرطب للبشرة ناعم ومنعش، وكمان بزيت الجوجوبا وفيتامين ايه، ده لجميع انواع البشرة يعني، لو بشرتك دهنية الكريم ده حلو جدا بالنسبة لي، انا جربته ما شاء الله ريحته حلوة جدا، وكمان البشرة بتمتصه بطريقة يعني رهيبة بسرعة، ما بيقعدش بقى على البشرة وبيحررك او بيخليك تعرقي بقى زي الكريمات المرطبة اللي هي القوية اللي هي التانية، ده تقدر ان انت تستعمليه لوشك ولجسمك وكمان للايدين، هو مرطب شامل يعني كل حاجة. العبوة دي كانت 100 ملي وكان سعرها 24 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. وجبت كمان كريم مرطب من جونسون بادي كير، ده حلو جدا برضو مرطب للوش وللجسم. العبوة الصغنونة دي حبيت كده ان انا اجيبها، عشان انا اصلا على طول بستعمله، اللي متابعني عارف ان انا كل ما بيخلص بجيبه، بجيب منه كمان العبوات الكبيرة جونسون ده، انا بحب ترطيبه جدا، وبحب الصراحة جميع منتجات جونسون، سواء بقى شامبوهات جونسون بتاعة الاطفال او زيت جونسون، كل حاجة بقى انا بحب منتجات جونسون عامة، منتجاتهم حلوة جدا والروائح بتاعتها هادية ورقيقة كده. ده مش فاكرة تقريبا كان بكام، كان ب16 جنيه او ب15 جنيه في الحدود دي، ده الحجم الصغير خالص زي ما انتوا شايفين، ده 50 ملي او 50 جرام يعني. وجبت كمان مزيل للعرق ده من فا، المزيل ده كان سعره 25 جنيه،
ريحته جميلة جدا، ريحته كده بالفواكه وبالبطيخ، وتحس ريحته منعشة جدا كده، وبيدوم 48 ساعة. هو حلو مش وحش. عن نفسي انا بفضل نيفيا، بس ما لقيتش نيفيا الصراحة اللي انا بستعمله. انا بستعمل نوع معين من نيفيا، فقلت اجرب فول اللي هو بالفواكه ده، برضو حلو، ريحته حلوة وريحته جميلة هتعجبكم. وكمان جبت الزوج 2 نيفيا عشان هو بيحب يستعمل نيفيا برضو مزيل عرق، جبت له اللي هو بلاك كاربون ده، وجبت له اللي هو نيفيا كول كيك ده، برضو حلو جدا. الواحدة من نيفيا كانت ب28 جنيه. وجبت كمان القطن ده، بحب ان انا استعمله على طول لإزالة الميك اب من تحت عيني، وكمان ليه استعمالات كتيرة جدا معايا، وكمان بستعمله الاطفال يعني الصغيرين. دي كانت ب10 جنيه، فيها تقريبا 200 واحدة او 200 عود يعني، برضو حلوة جدا. دي كانت مشتريات النهاردة اللي حبيت كده ان انا اوريها لكم. ان شاء الله استنوا مني ريفيو كامل عن كريم مرطب مويست وان، حلو جدا وهكلمكم عنه بالتفصيل. حبيت كده ان انا افيدكم بالاسعار بتاعة المشتريات اللي انا جبتها للبشرة وللجسم كمان، لعناية بالبشرة والجسم يعني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو لسه ما اشتركتيش عندي في القناة، اتمنى منك تشجعيني وتشترك عندي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله. واللي حابه ان انا اعمل لها ريفيو عن اي منتج معين، سواء كان للبشره او للشعر او للجسم، او كمان لو حابه ان انا اعمل لها ريفيو عن جهاز في البيت او جهاز للشعر، حابه ان هي تجربه وعايزه تعرف عنه كل حاجه، تقدر ان هي تسيب لي في الكومنتات، وان شاء الله هجرب لكم الاجهزه او المنتجات او مستحضرات التجميل اللي انتوا حابين يعني تعرفوا عنها حاجات. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير، واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.